مرحبا بكم أصدقائي. اليوم راح نتكلم عن برنامج أدوبي بريمير راش. هو برنامج مشابه إلى برنامج أدوبي بريمير اللي على الحاسبة أغلب صناع المحتوى اللي يستخدموه بصناعة فيديوهاتهم على اليوتيوب أو على الإنستغرام. قامت أدوبي بصناعة هذا البرنامج حتى سهل لصناع المحتوى أن يستخدمون هذا البرنامج على الهاتف، خاطر السهل عملية المنتجة. هنالك إفكتات وتوز، وأيضا راح السهل على الشخص المبتدئ حتى يريد كيف يتعلم برنامج الأدوبي بريمير. هذا البرنامج يساعدك ب منتجة الفيديو مالتك، بالتلاعب بالألوان، بإضافة الإفكتات، بإضافة الانتقالات الجميلة، وأيضا بإضافة النصوص المتحركة. راح تطلع فيديو احترافي، خصوصا إذا أنت عندك محتوى على الإنستغرام أو اليوتيوب. هذا البرنامج راح يفيدك. هو مشابه لبرنامج أدوبي بريمير برو، بإمكانك أنه تنصبه على الهاتف مالتك، تروح على الأبل ستور تكتب أدوبي بريمير راش، راح يظهر أمامك مجان التحميل، نزله. من بعد ما تنزله البرنامج يا صديقي راح تسوي لك أكاونت، سواء على الفيسبوك، سواء على الآيفون، أبل كلود، أو سواء على أنه أنت عندك كرياتيف. خاصية الكاميرا من خلالها تقدر تصور وتتلاعب بالآيزو والشتر سبيد مثل ما ظهر أمامك. فنروح نضغط على الزائد، بهذا الزائد راح تشوف انه تيك فيديو او فوتو، راح تضغط عليه راح تفتح لك الكاميرا. تقدر تتلاعب بالشتر وبالايزو، تقدر تتلاعب بالاكسبوجر، تقدر تتلاعب بالالوان، تقدر تتلاعب بالقياسات، تقدر تضيف ايضا حتى الجريد حتى تساعدك بعمليه التصوير، وايضا باوتو فوكس بامكانك ايضا تقفلهن. بعد شنو مميزات هذا البرنامج؟ من بعد ما تضغط الزائد من راح تقول اد تو ميديا، راح يظهر لك انه الفيديوهات، الصور، الكاميرا رول، وانت جامع الفيديوهات اللي عندك. فلو ضغطت على الفيديو وراح تطلع لي قائمه من الفيديوهات، فراح اختار هذه الفيديوين اللي انا مصورهن اليوم الصبح. فخليني نستخدم انه شلون اصور اني او شلون امنتج الفيديو مالتي واريد اسويه على الريلز. عندك بالجرافيك هناك مجموعه كبيره من التكستات المتحركه واشكال جميله تقدر تستخدمها مع انتقالات، مع اضافه الاشكال اللي انت عاجبك تريد تستخدمها. هاي واحد موجود. هناك افكتات تقدر تتلاعب بالافكتات، يعني الانتقالات بصوره عامه، تقدر تشوف الانتقالات من فيديو الى اخر، وهذا الشيء راح يفيدك وراح تتحدث بالسرعه مال الانتقال. ثلاثة يا أصدقائي الكولر، الألوان، تقدر تتلاعب أيضا بالألوان. هنالك مجموعة من الفلاتر اللي موجودة داخل برنامج أدوبي بريمير راش، أو تقدر تسوي لك فلتر خاص بيك من خلال التوز الأخيرة. أيضا تتحكم بالسرعة مالته، سرعة الفيديو، تقدر تسوي تايم لابس، تقدر تسوي سلو موشن. لو ضغطنا على تشغيل الفيديو راح تظهر أمامك من جهة اليسار أو اليمين خاصية الصوت، تقدر أيضا تفرغ الصوت من الضجيج والوشوشة اللي موجودة، خاطر يساعدك أيضا بانتقال صوت جميل. وبإمكانك أيضا أنه تستخدم الموسيقى اللي موجودة بداخل البرنامج. لو ضغطنا على الزائد راح يقول لك هنا أنا أوديو، فتقدر من خلال أنه الإنترنت تكتب الموسيقى اللي تريدها وتنزل الأغنية وتخليها وتدمجها مع الفيديو. بإمكانك أيضا يا صديقي تتحدد بالقياسات اللي تريدها، تريد القياس المستطيل، بالقياس الطولي للريلز، للإنستغرام ستوري، للآي جي تي في، تقدر تنزل على شكل بوست فيسبوك بإمكانك. أخيرا يا أصدقائي تروح على عملية التصدير، راح تشوف هنا كلمة الإكسبورت، تدوس على الإكسبورت راح يصدر لك الفيديو. من بعد ما يصدر لك الفيديو راح تطلع لك قائمة موجودة بيها، لو شغلت أني إنه الإنترنت وشغلت هنا ايضا الانترنت، بعد ما يصدر واقول له اروح على الانستغرام راح يقول لك انه شلون تريده الفيديو. هل هو تريد تنزل ستوري؟ اذا ضغطت على الاستوديو راح ستوري، راح اذا ضغطت على الستوري راح يظهر لك بهذا الشكل، وراح تنزله بفيديو احترافي جميل. اتمنى ما طولت عليك يا اصدقائي، اتمنى اشوف ريلز جميل حلو موجود.